إفريقية كاميرا الأخبار رافقت بواسل قواتنا في مناطق الحفة وصلنفة وتلة الشيخ نبهان وجبل الهوى وقمة النبي يونس. مراسلنا عصام محمود رافق بواسلنا وأعد لنا هذا التقرير. في الطريق إلى الريف الشمالي الشرقي لمحافظة اللاذقية يبدو كل شيء طبيعي وتظهر الحياة بكل تفاصيلها، ومبتدى الحكاية ومحتواها ومنتهاها هي بطولات رجال الجيش العربي السوري. نحن الآن على مدخل مدينة الحفة، محطتنا الثانية في صلنفة، وسنتابع خلال الطريق إلى صلنفة رصد الواقع وحركة الواقع الطبيعية في القرى التي حررها بواسل الجيش العربي السوري من رجس الإرهابيين المرتزقة. وبين الحفة وصلنفة قصة أخرى تدور تفاصيلها عن معاهدة بين جمال الطبيعة والأمان الذي فرضه الجيش. مرقنا بالحفة والأمور طبيعية 100%، الحمد لله. مرقنا بالشيخ حسام وبالحفة نحن وجايين ما في أي شيء. صلنفة كمان من أحلى ما يكون. على تلة الشيخ نبهان يتمركز أبطال الجيش العربي السوري، يقفون أمام أي محاولة تسلل للعصابات الإرهابية. نحن الآن نقف في أحد النقاط الحاكمة والمشرفة على دورين وضاحية سلمى وسلمى، يرابط رجال الجيش العربي السوري بشكل دائم في هذه النقاط لتطويق المسلحين المتواجدين في هذه المنطقة ومنعهم من التسلل من خلال الكمائن المتقدمة ويقظة جنودنا البواسل. نحن رجال الجيش العربي السوري نعاهد الله والوطن أن نقتلع الإرهاب من هذا البلد حتى النهاية. في موقع الهوى الذي يشرف على عدد من القرى والمواقع التي يتجمع فيها الإرهابيون، يدفع الجيش بالكمائن المتقدمة ويشتبك معهم ويكبدهم خسائر فادحة. نحن موجودين الآن بجبل الهوى، مبين علينا القرية البعيدة هناك بالعمق، هي قرية سلمى وهي مركز تجمع المسلحين. على يسارة تماما هون في عنا ضاحية سلمى، وفي عنا هون ضيعة هديك الجم منا مبيني اسمها كفر الدلبي، بتيجي بعد منا هون بالاتجاه هاد المغيري، وبين المغيري وسلمى فيه بقلول الدرجة، ونحن جاي لهون. عنا هون في عنا عين سامور، عين الجوزي، هالبيوت هون، بعدين عنا بتيجي عنا الضيعة الثانية اللي بعد منها كرافيش. بتواجه المسلحين بهالنقاط هاي اللي ذكرت لك اياها كلها، حسب المعلومات اللي وردتنا انه معنويات المنهارة بعد الانجازات الكبيرة للجيش العربي السوري، وقدر انه يلحق فيهم خسائر كبيرة وكل محاولاتهم بعد بالفشل. بعد منطقة الهوى سننتقل معكم مشاهدين مباشرة الى قمة النبي يونس، هذه القمة المطلة على المناطق التي تتواجد بها العصابات الارهابية المسلحة، والتي يحاول الارهابيون دائما وابدا السيطرة على هذه المنطقة، ولكن كل محاولاتهم تبيء بالفشل. في الطريق إلى قمة النبي يونس أبى الأهالي إلا أن يقولوا كلمتهم. حمان الجيش، ظلينا ببيوتنا الحمد لله. حاولوا المسلحين يدخلوا على الضيعة وصاروا يضربوا قذائف، وبفضل الجيش والقوات المسلحة تمكن من طرد المسلحين من المنطقة من هون، ونحن ظلينا متمسكين بأرزاقنا وببيوتنا. الله يحمي الوطن، الله يحمي الوطن. على قمة النبي يونس ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة، والتي تشرف على سهل الغاب من جهة وعلى القرى التي يتجمع فيها الإرهابيون من جهة أخرى، تتمركز وحدات الجيش والدفاع الوطني وتدفع بالكمائن المتقدمة في الأحراش والوديان لمنع أي تسلل إلى هذه المنطقة الهامة. حضرنا الكمائن والتجهيزات والتحصينات، وبهمة وسواعد مقاتلينا الأشاوس تم دحر وصد المسلحين الإرهابيين وانتصرنا عليهم والحمد لله بإذن الله. ها هم رجال الجيش العربي السوري أقسموا وأبروا بالقسم بأن يقتلعوا الإرهاب من جذوره أينما وجد على أرضنا الطاهرة. بعثة المركز الإخباري إلى ريف اللاذقية الشمالي، عصام محمود من قمة النبي يونس.